صحيح يا إيمان، شفنا كيف كان لعيبة المنتخب المغربي كانوا دائما عند تسديد الأهداف، عند الفوز بالنتائج بيجروا دائما على الأمهات. الأم دائما هي نعمة، والله يحفظ لنا أمهاتنا دائما وأبدا. كون أن إحنا بنحتفل بالفرح مع الأمهات، هذا بيدل على قوة الفريق وكيف ترابط العالم العربي بأمهاته، وبيدل على إحنا كشعوب عربية كيف دائما عندنا التعلق مع العرب. دائما بنشوف في اللعيبة في الخارج مع زوجاتهم مع أطفالهم، لكن المرة هذه أسود الأطلس بيّنوا للعالم العربي وبيّنوا للعالم أجمع كيف الأم مهمة وليها مكانتها الأساسية. دائما بتشوف كثير من اللعيبة بيحتفلوا مع زوجاتهم، يمكن هذا من قلة الترابط مع الوالدة زي اللي احنا بنشوفها دائما في الصور الآن. شوف كيف اللعيبة بيحتفلوا مع الأمهات، الله يحفظ لهم. هذا بعد الصافر على طول ترى كذا، يعني فعلا مشاهد جدا رائعة بتخلينا نحس بالحس الإنساني فعلا، يعني كيف انه هذا الشيء بيحرك مشاعرنا، بحسسنا انه طبعا الام نعمه جدا كبيره، يعني اذا الشخص ما حس بهذه النعمه. انا شاهدت هذا الفيديو طبعا اللي كان في موقع التواصل الاجتماعي بيرقص مع والدتي، فبصراحه انا اعرف رحت انا من الناس اللي رسلت هذا المقطع لوالدتي وكتبت لها الله يحفظك. يعني فعلا يجدد المشاعر عند الشخص، يعني مشاعر جدا، يعني فعلا اليوم نجاحهم هذا ممكن الشخص يربطوا انه كيف هم يعني طيب خاطرهم تجاه الأم. على فكره دائما كل الناس اللي بتنجح بسبب بر الام وبر الاب.